أقيمت نهائيات كأس العالم الثانية في جو فاشستي ظاهر في إيطاليا، واستغل موسوليني تلك المناسبة لأغراض الدعاية، فحضر شخصيا جميع مباريات منتخب إيطاليا، واشترك للمرة الأولى منتخب عربي هو منتخب مصر، لكنه انهزم أمام المجر في الدور الأول. كان لإيطاليا منتخب قوي بإدارة فيكتوريو بوتسو الشهير، ومن معاصريه مدرب شهير آخر هو النمساوي هيوغو مايزل. والتقى المنتخبان في الدور نصف النهائي في ميلان، والنمساويون بالقمصان البيضاء ويشتهرون باسم الفريق الأعجوبة، لكن النمساويين انهزموا أمام الإيطاليين بهدف يتيم سجله غوايتا الأرجنتيني المولد. وفي المباراة النهائية تقابل الإيطاليون مع منتخب تشيكوسلوفاكيا، وحرص الإيطاليون على تأدية السلام الفاشستي لزعيمهم قبيل المباراة. وكان من أبرز لاعبي إيطاليا المهاجم مياتسا، وكان كابتن المنتخب حارس المرمى كوندي. لم تبلغ هذه المباراة النهائية مستوى نظيرتها في البطولة الأولى، وانتهى الشوط الأول بدون أهداف. وقبل انتهاء الشوط الثاني بعشرين دقيقة تقدم التشيكوسلوفاكيون بهدف لصفر، وكادوا يسجلون هدفا ثانيا. لكن أورسي الأرجنتيني المولد أيضا سجل هدف التعادل قبل انتهاء الوقت الأصلي بثماني دقائق. ولعب المنتخبان وقتا إضافيا سجل فيه سكيافيو هدف الفوز لإيطاليا ليضمن لها كأس البطولة العالمية.